صفحة 238 238 الفقه الثاني. ولذلك من ذلك أيضا ما إن في قوله تعالى ضربنا كنا نعم فيما إن أيوة أقول أشعر كذا دورة ولقد مكناكم في ماء مكناكم فيه كم فنطق ماء وصل قصير فعل بالضبط على حرفة الميم وحرفة الهمزة صيغة فعل هذه الإشارة التي لا ليست على ليس ليس سنتر ولكن لا تشير إلى الضبط فقط لكن النطق فاعل وفاعل وفعل 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 وفاعل وفاعل ومفاعل 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 ومن أمثلة التماس الفصحى بنطق الفعل المتصل بواو الجماعة المتصلة بلام الجر المتصلة بضمير في ماء واشكروا لي هذا الأداء المستقيم واشكروا لي فاستمعوا له ولو اجتمعوا له النطق صحيح نطق المتمس واشكروا لي فاستمعوا له ولو اجتمعوا له يعني هنا أنه قد أظهر الفرق بين الصحيح وغير الصحيح نعم. بين المستعمل في النص القرآني وغير المستعمل في القرآني وأحيانا يخلط القراء طبعا لا أقول أي وصف عليهم يعني لا يصح أن نسميها قراء لكن قارئ وقراء للنص القرآني هذا الشك فاشكروا لي وتقول لكن هي فاشكروا لي ولكن واحد اثنين واحد إيه يعني أي حاضر يعني مش هي هي دي كويس المسألة هنا في العامية والفصحى نعم قويان وتقول له لماذا لم تقرأ فاشكروني؟ ولكن أريد أن يقول لنا فاشكروني فاشكروني لماذا لم تقرأ فاشكروني؟ لك لا واحد اثنين نقول له لا صحيح كلاهما صحيح وكلاهما يؤدي نفس المعنى لكن الالتزام النص القرآني يحتاج إلى أداء موروث مسموع مروي نحن لا نجتهد به نحن قد نقلناه عمن نقله عمن نقله عمن نقله على رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل على رب العزة سبحانه وتعالى لا أكثر ولا أقل هنا يا وليد عندي المثال الذي جئت به فقعوا له ساجدين نعم عارف؟ نعم في نفس الفكرة ينبغي ألا نقرأ كلمة فقعوا وكأن الفاء حرف أصلي من الفعل فقع وهكذا هو أظن الجالسين عارفين القصة دلوقتي بدأ تفضح أمامكم يعني القصة التي نحن فيها لما عندما يقول وليد فقعوا انطق لي هو وليد الصواب الخطأ للجالسين والجمهور الكريم الصواب الحقيقي مع الصواب فقعوا الخطأ فقعوا الصواب فقعوا فقعوا نعم والخطأ فقعوا فقعوا لاحظ هنا النظر الذي حدث حدث لهم في الكلمة فغير تماما معناها غيرها من فعل أمر قعوا انصروا ساجدين وعدم وجود النظر جعلها يعني شيئا آخر ومعنى آخر